السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم من جديد. معاكم أيمن النجار من قناة حقق حلمك. النهاردة بإذن الله هنعمل إيداع جديد في موقع الاستثمار. هندخل نشوف الإعدادات بتاعة محفظة وإزاي هنعمل إيداع، بس بعد الفاصل. كل عام وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بخير. ورجعنا لحضراتكم تاني، أهلا بكم مجددا. ندخل نشوف الموقع بتاع النهاردة. ده الموقع بتاع النهاردة. هنبتدي دلوقتي ناخد جولة بسرعة كده في الموقع، وبعد كده نعمل الإيداع. أول حاجة هنا العلاوة، هنبتدي نضغط عليها. لو أنت عندك قناة يوتيوب بتبتدي تصور فيديو يكون فيه ايداع علشان تاخد مكافأة على الفيديو اللي انت هتعمله من 60 ل 15 ألف. بعد ما تعمل الفيديو تنشره على القناة، هتبتدي تجيب الرابط بتاعه وتنسخه هنا وتبتدي تعمل له ارسال علشان يتحقق فيه من الموقع ويديك بعد كده الهدية او المكافأة على الفيديو. تاني حاجة عندنا الاعدادات، هندخل عليها هنلاقي كل المحافظ اللي الموقع بيتعامل معاها. هنبتدي نشوف المحفظة اللي بتريحنا وهنحطها، وبعد كده هنبتدي ندوس حفظ. هنا هي تعتبر أفضل محفظة، هي الباير، بنحطها الباير هنا، وبعد كده بنضغط حفظ علشان يتحفظ معانا في أي إيداع أو سحب من الموقع. الإحالات دي رابط الإحالة بتاخده وتديه لأي صديق علشان يسجل وتبتدي تاخد مكافأة من الموقع. التاريخ بتخش تلاقي كل المعاملات اللي انت عملتها في ايداعات او سحوبات او ودائع مغلقة زي كده. ده اتمام ايداع اتقفل خلاص، وده السحب اللي انا سحبته لسه من شوية، ودي كل 8 دقايق الارباح اللي بتنزل لي في الموقع. طبعا الودائع هنلاقي فيها كل الخطط بتاعتنا اللي اغلقت او اتوقفت، هتلاقيها موجودة هنا في الودائع. هندخل على سحب الاموال، احنا شفناها طبعا. بعد كده على فوق هنبتدي ان احنا نعمل ايداع في الموقع. طبعا احنا عندنا اكتر من خطة في الموقع، هنبتدي نشوفهم كده. عندنا اول خطة 100 روبل بيديني 200%، 400 روبل بيديني 235%، الألف روبل بيديني 290%، ال15 ألف روبل بيديني 760%. طبعا أنا ما بنصحش بقى حد يعمل بمبالغ كبيرة، يا ريت نستثمر كلنا بمبالغ صغيرة. فاحنا عشان كده بنختار أول خطة، بعد كده بنختار الباير بتاعنا اللي احنا مسيفينه، وبعد كده بنقول أنا عايز أحط 100. هنعمل ايداع ب100 روبل. بعد كده هنضغط فوق، هيبتدي يحولني على صفحة اللي هي ديت علشان ناخد رقم الباير اللي احنا هنبعت عليه ال100 روبل. كده اخدناه نسخ، وهنتوجه على الباير. هنروح على ارسال، هنبتدي ان احنا نضغط هنا ونعمل لزق المحفظة. لازم نتأكد الأول اللي هنا روبل وهنا روبل، بعد كده هنكتب 100، ولازم الرقم اللي نكتبه هنا 100 يبقى لازم نكون كاتبينه هناك 100، ما ينفعش نكتب هناك 150 ونكتب هنا 100، لازم يكون الرقم واحد. بعد كده هندوس إرسال، هيظهر لي هنا رقم المعاملة، هنبتدي ناخده نسخ ونرجع بيه على الموقع علشان نعمل له لزق هنا، وبعد كده نقول له فوق علشان يتأكد الموقع ان انا بالفعل دفعت. تمام كده الموقع بيقول ان فعلا وصلت الدفعة اللي انا بعتها، اهي تم قبول الإيداع. انا كده عملت واحدة اهيت ب100. هنبتدي نروح على الودائع علشان نشوف هل هي فعلا نشطة ولا ايه.
تمام كده، هي نشطة بالفعل اهيت كده. الايداع بتاعي تم. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا ريت لو عجبك ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.